نحاول نعمل حاجات جديدة، حاجات الناس تبقى بتحبها، حاجات تعمل طاقة إيجابية. ولعبة البادل بقى لها من ساعة ما دخلت مصر الناس كلها حباها وبتجمع الناس بشكل كويس. الاستعدادات كانت إن إحنا الأول نعمل ملاعب، والحمد لله الملاعب اتفتحت بقى لها شهرين وعليها إقبال كويس. الاستعدادات كانت إن إحنا أعلنا إن هيبقى في بطولة في الجونة، وبصراحة الناس اتحمست جدا. قدرنا نعمل بطولة كبيرة في الأهرامات في شهر 10، فتعلمنا منها حاجات كتير قوي في ازاي تقدر تنفذ بطولة في ظل الكورونا. فليها دعوة بالإقامات، ليها دعوة بطريقة السيتنج بلان يعني بتاع المكان، ازاي بتعقم المكان كل شوية، ازاي المضارب بتعقم بعد، ازاي الحكم يبقى فين، الماسكس، الحاجات دي كلها. فبنحاول نطبقها يعني في كل حاجة جديدة نقدر نعملها في ظل الكورونا.